وللمزيد ينضم إلينا السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق. يعني بداية وبعد التحية، كيف تابعت اليوم زيارة رئيس طاجكستان إلى مصر؟ بكل سرور كدبلوماسي عجوز لابد أن تسعدني هذه الأنشطة لعدة أسباب. واحد، أننا نستخدم دبلوماسية الرئاسة كأحد أهم وسائل العلاقات مع الدول. احنا حرمنا قبل ثورة 2011 من دبلوماسية الرئاسة لمدة 10-20 سنة. ده بيأثر علينا كدبلوماسيين، احنا سفراء على قدنا. يعلونا الوزراء ممكن الوزير يلتقي، انما بصي على الشاشة بتجدي حضرتك ان كلا الرئيسين لما دخلوا قاعة الاستقبال كل دولة في 8 من الوزراء يمثلونها. لما هيجلسوا على مائدة التفاوض هيبقى كل رئيس معه أكبر وأهم مساعديه، فتتقرر الأمور بكل حسم. حتى يعني الرئيس هياخد القرار في ثانية وهو قاعد، مش هنستنى نعرض على رئيس في مكانه، وإنما هو شخصيا حاضر ويستطيع أن يتخذ القرار المناسب. وسبب ثاني للسعادة طبعا إن مصر تطرق باب دول كانت لنا بها علاقة قوية جدا لكن كانت مخفية عن العين العادية. ليه؟ لأن طاجستان كانت جزء من الاتحاد السوفيتي القديم ثم استقلت وصارت الآن دولة مستقلة، لكنها دولة إسلامية كبيرة، بالتالي نستعيد هذه العلاقات. ولابد أن لنا أسواق تقليدية في مثل هذا البلد ذهبنا إليها، تأثرت قليلا فترة ما حاول الاتحاد السوفيتي القديم ان يعني يجمد العلاقه مع مصر بسبب مسيره السلام التي ثبت ان كل من عارضوها كانوا على خطأ. وبالمناسبه عاوز اقرر ان كل من خالف السياسه المصريه اتبعها بعد 30 سنه او بعد 40 سنه. ومن هنا ضيف لنا دي علاقه قديمه حديثه نحدثها نعمقها نوسعها. البعد الإسلامي أيضا ما نخفيهوش. ثم نبحث بقى عن سبل جديدة للاستثمار، لأن التجارة يعني خدت حقها. عاوزين نبحث عن سبل للاستثمار، مسائل الطاقة، مسائل الإمدادات بالغذاء، كنا بنتكلم على حكاية القمح. نعم، تحدث سعادة السفير عن أهمية تعزيز التبادل والتعاون الاستثماري والاقتصادي بين البلدين. يعني برأيك ما هي أوجه هذه التعاون الملحة في الفترة الحالية، خصوصا يعني تعد طاجكستان من الدول التي تتمتع بالعديد من المصادر والمواد المعدنية المهمة، وأيضا بها العديد من يعني التكنولوجيا الخاصة بالزراعة والمحاصيل الزراعية. هو يعني أبسط قواعد الاقتصاد، وعلى فكرة مش محتاجة علماء ولا خبراء عشان يكتشفوا. أبسط قواعد الاقتصاد بتقول عشان نوسع الأسواق ونسيرها ونجعلها ناجحة، موضوع اسمه المعرفة، معرفة كل طرف بأحوال الطرف الآخر. وكما أنت تفضلت أهو قلت ايه الامكانيات الموجوده هناك. فلقاء الرئيسين وراه كل هذا العدد من المسؤولين، والصاله ما شاء الله ضروري فيها رجال اعمال، هيلتقطوا بسرعه ايه الامكانيات اللي موجوده في طاجستان. هم معاهم ايضا بعض رجال اعمال هيلتقطوا ايه الامكانيات اللي موجوده في مصر. فاذا الحوار، الالتقاء، كلمه المعرفه هي السر. فطالما هناك لقاءات، طالما انا مطمئن ان شاء الله ان يكون هناك إمكانية لأن نعرف تماما إيه الإمكانيات الموجودة لدي الضيف وبلده، وهو طبعا سيطلع هو ومن معه من رجال الحكم ورجال الأعمال أيضا على إمكانيات مصر وما تنتجه وما يمكن أن تكون سوق. لأن إحنا بنسوق لمصر إنها ليست بلد ال 100 مليون، لا، ده مصر منفتحة على 450 مليون عربي، على 1200 مليون إفريقي، و500 مليون اوروبي. كل دول لنا تجاره حره معهم. من ينتج في مصر سيصدر لهذه البلدان دون رسوم جمركيه. فاكبر جذب يجعل كل من ياتي الى مصر يفكر جديا في ان يستثمر فيها. اغلب في الاعتبار اننا نقوم بالدور المطلوب مننا وننسق للمستثمر، نحسن من ادائنا البيروقراطي، نحسن من
أداء البنوك والمصارف إلى آخر هذه الأشياء التي يطلبها المستثمر إذا جاء إلينا. نعم، أيضا الموقع الجغرافي لدولة طاجكستان، لأنها بالطبع كانت جزء هام جدا من طريق الحرير في دول آسيا الوسطى، وأيضا يعني هي تحدها العديد من الدول الهامة في أطرافها. يعني كيف ترى أهمية هذا التعاون من حيث النطاق الجغرافي لطاجكستان؟ أعود هنا لكلمة المعرفة، فسنكون أكثر معرفة بما تنوي دولة طاجستان انها تقوم به. ومن البداية احنا لسنا ضد طريق الحرير الصيفي، لانه شتويا يعني في علامة استفهام عليه، وبالتالي سنقدم ايضا قناة السويس كا مكمل لطريق الحرير، وهي الطريق الاقرب والارخص، النقل البحري ارخص كثير من النقل البري. فبالتالي نعم سنستمع الى خبرات الضيف وأقرانه وزملائه معه عن هذا الطريق وكيف يكون مكملا لقناة السويس وليس منافسا للقناة. نعم، كيف ترى إذن القواسم بين الدولتين من حيث الثقافة والتاريخ؟ تعلم سيادة السفير أنه بالطبع أن دولة طاجكستان يعني كانت بها العديد من العلماء والأئمة المعروفين مثل الإمام أبو حنيفة والإمام مسلم والفارابي والخوارزمي وغير ذلك. إذن هناك العديد من القواسم التاريخية والثقافية والحضارية التي تجمع بين البلدين تاريخيا، وهي علاقة أزلية بالطبع. هذا جانب في غاية الأهمية، فنحن كثيرا ما نتصور أن من يتحدثون العربية هم 500 مليون عربي. لا، ده أنا ورايا 1700 مليون مسلم، وبالتالي أحد أهم القواسم هو الحرف العربي. طبعا هم يتكلمون اللغة الطاجية، لكن يقرؤون القرآن باللغة العربية. القرآن لا يقرأ إلا باللغة العربية، ويصلون باللغة العربية. إذن هذا رافد مهم جدا. أنا أشكرك على تذكر أن هؤلاء كانوا دعاة للإسلام، وأنا في خدمتي في إفريقيا الحقيقة لسنوات سعدت جدا أن تجد بلدان لا تخطر على بالك يأتي منها أناس ليس لهم صفة رسمية، وإنما على باب الله يعقدون فصول دراسية لتحفيظ القرآن، والكل يتبرع لكي تستمر مثل هذه المدارس. فوجدت تحفيظ القرآن يأتي من طاجكستان، يأتي من تشاد، يأتي من موريتانيا، بلدان ربما قد لا يخطر على البال أنها تقوم بهذا الدور. إذا هذا أيضا رافد من روافد العلاقات التي يمكن أن يزداد التعاون في إطارها. طباعة الحرف العربي ده شيء مهم جدا. أعرف مستثمرا كبيرا في العالم العربي بيستثمر على برامج كمبيوتر تعتمد الحرف العربي وليس الحرف اللاتيني، وهو الذي نبهني انه بهذا يتجه نحو السوق من 1700 مليون مسلم يستخدمون الحرف العربي. كل هذه اشياء جديده علينا، انما مطلوب منا ان يعني نبحث وننظر حولنا ونستكشف الوسائل التي تجعل من العلاقات علاقات اخويه حميمه، لكن ايضا تقوم على الاستفادة سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية والتعليمية. نعم، أشكرك شكرا جزيلا سعادة السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق.